أهلا بيكم مشاهدينا مرة تانية، وجاي دلوقتي معاد فقرة الطقس. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أنه لسه الطقس مكمل في شدته، وهيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وحر رطب على السواحل الشمالية. لكن بالليل الجو هيكون معتدل رطب على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على باقي الأنحاء. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة، والبداية هتكون من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 35 والصغرى بتسجل 25، الإسكندرية العظمى 32 والصغرى بتسجل 25، مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 24، سيوة العظمى 37 والصغرى بتسجل 22، بورسعيد العظمى 32 والصغرى بتسجل 25، دمياط العظمى 31 والصغرى 25، الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى بتسجل 26، والسويس العظمى 36 والصغرى بتسجل 25. هنروح للعريش، العظمى فيها بتسجل 32 أما الصغرى بتسجل 24، طابة العظمى 34 والصغرى 26، سانت كاترين العظمى 33 والصغرى بتسجل 19، شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى بتسجل 29، الغردقة العظمى 37 والصغرى كمان 29، الفيوم العظمى 37 والصغرى 25، بني سويف العظمى 37 والصغرى بتسجل 25، المنيا العظمى 37 والصغرى بتسجل 25. هنروح لأسيوط، العظمى فيها 38 والصغرى بتسجل 25، سوهاج العظمى 38 والصغرى 27، قنا العظمى 41 والصغرى بتسجل 28، الأقصر العظمى 41 والصغرى 29، أسوان العظمى فيها كمان 41 والصغرى بتسجل 29، الوادي الجديد العظمى 40 والصغرى بتسجل 25، شلاتين العظمى 38 والصغرى 30، وأخيرا حلايب العظمى 35 والصغرى بتسجل 28. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لأحمد وجو معنا عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا لك.